هذا مغربي عدل هذا الفيديو. حتى الدرجة وصلت بنادم العظم ولا يجبد فيديوهاتي ويطعن في كلامي، هل هذا الحساب وليت مشهور انا في جمهورية تيندو في الجزائرية؟ هو الصراحة من واحد الناحية هادشي زوين كيبشر بالخير، ولكن نخليكم تسمعوا كلامه باش نعرفوا اش دارو. اذا خليكم تسمعوا هذا الفيديو الذي انتجه هذا المغربي، هذا مغربي، قبل ان اقدم لكم الجزء الثاني من تاريخ الصحراء الغربية، هذا مغربي، هذا مغربي عدل هذا الفيديو، قال فيه انهم سينظمون مسيرة خضراء اخرى. سينظمون مسيرة خضراء اخرى. خليكم تسمعوا الفيديو. بغيت تعرفوا التفاصيل صدروا معايا وانا متاكد غادي يعجبكم الحال. المسيرة الخضراء، بغيت تقولوا الضحكة الصفراء داير فيها زعما راك فرحان وكتضحك وانت يا اطرطق من الداخل، ربي اللي عالم بك. قبل كل شيء باش نوضح للمتابعين شكون هذا وعلاش داير هاد الشرويطه في كتافو، هذا سيدي دوسيه ميت بحال النضال ديالو من اجل قضيته الخاسره، ربما بعضكم عرفوه ولكن انا ما غاديش نعطيكم اسمه باش ما نديروش الاشهار للخوانه، ولكن وجب التذكير ونفكركم فين شفتوه قبل. أنشطة ملكية جديدة هذا اليوم قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالجماعة القراوية ليوين وترقى والساي التابعتين لإقليم جنمين باطلاع جلالته على مشاريع تنموية وصناعية واجتماعية عدة وإعطاء الانطلاقة لمشروع تعميم تزويد عدد من مراكز الإقليم بالماء الصالح للشرب. مصطفى العلوي وبعثة الأولى إلى جنمين تابعوا هذه الحلقة. أن الصحراء مغربية وهي مغربية بكل تأكيد، رغم كيد الكائدين ورغم تسلط المتسلطين ورغم فعلا هؤلاء المسؤولين الذين لا يحيلون أي اهتمام سوى لمصالحهم وللكراسي التي هذا سيدي، ولكن طبق عليه ذاك المثال ديال أنا باللقمة الفمو وبالعود العينية، هذا كان مذيع في القناة الأولى عندنا، كان بخير ما خاصو التاخير، مزوج بولادو عايش فوق السلك، أرانا بدا كيحنقص في الخدمة ديالو ويطير. مهم القناة الأولى حصلت عليه شي فالطات لا تغتفر، وبطبيعة الحال غادي يجريو عليه، جراو على السيد، السيد مرضاش، بقات فيه كتحفر لأنه ضيع راسو وضيع رزق ولادو، بقى تيفكر أشنو يدير، سخن عليه راسو، أشنو قرر؟ قرر يرجع انفصالي ويبدا يطعن في المغرب اللي وكلو وشربو وعطاه من كل الخيرات، وطبعا كيف شفتو قبل كان كيهلل بالمالك وكيهلل بالمغرب وكيشكر خيرات المغرب، ودائما تيقول الصحراء مغربية، إيوا الإنسان سبحان مبدل الأحوال، شنو سبب هادشي؟ هو الفلوس، جراو عليكم الخدمة، قررتي تصبح انفصالي على ود الفلوس، بنادم ولات كتخول ليه نفسه يولي انفصالي ويعطي ظهر الأرض اللي رباتو وكلاتو وشرباتو، غير هو طرات ليه واحد شمس العشية غادي نعاودها ليكم بحال الخرافة، تخيل على أن دوك الجهات اللي تبناوه وكيمولوه ماديا، ملي طلب على أنه يمشي عندهم في زيارة، رفضوه، قالوا له أنت غادي نعطيوك اللي بغيتي، خليوك برا بلادك توصلك اي حاجه خصاتك، ولكن طعن في بلادك وقول فيها داكشي اللي ما تيتقالش، ولكن باش تجي عندنا ما تجيش، وهذه اكبر شمس العشيه. عرفتي علاش واحد الدوله انها يتمولك وتقول لك ما تجيش عندي؟ يعني هي انها اصلا ما تيقاش فيك، انت عرفاتك على انك خنتي بلادك، يعني تقدر دير فيها اي حاجه، تقدر تكون عاوتاني باغي تنقلب عليهم، باغي تخرج سرايرهم، باغي دير شي حاجه فيهم. هذا هو جزاء الخائن، سبحان الله، الخائن لا يؤتمن. وبعد ما كان معزز مكرم في بلاده بخير ما خاصو التاخير لا هو لا وليداتو، دابا اصبح مجهول الهويه وبدون وطن، ما كيزيدو ما كينقصو فينا، ما عاد كيشوهو راسهم وكيخسرو صورتهم ويقيد عليهم التاريخ على انهم باعوا بلادهم وخاونه ديال الوطن. وبحال هاد الناس اخوتي ما ننصحكمش تبقاو تدخلوا تفرجوا فيهم، لان ما كيبقى لهم حتى شي حل اخر مغير يطعن في بلاده، سواء باش يترزق الله بالسوشيال ميديا، سواء باش يرضاو عليه الاعداء ديالنا، هذا ما كان، ما عليكم غير التجاهل، سينيالي، بلوكي، ما عندكم ما ديروا بهم، ما غينفعوكم في والو، وما غيعطيكم حتى شي اضافه في حياتكم. دابا رانا نرجعوا، علاش هز داك المقطع ديالي بالضبط وبدا كيطعن فيه؟ وعلاش كان كيدير داك الضحكه المغبونه اللي كانت كتبين على الفقصة والغدايد غيطلعوا فيه من الداخل؟ السبب الحقيقي هو ديك المسيره الخضراء اللي كنت علنت عليها في مقطع اللي غنديرو ان شاء الله في هذا الشهر هذا النيت. هاد المسيره اللي غادي نزورو فيها جميع اقاليمنا الصحراويه، منطقه منطقه، اش منك يا عيون، اش منك يا داخله، اش منك يا بوجدور، اش منك يا اوسرد، اش منك يا القويره، القرقارات، ما غنخليو ان شاء الله باذن الله حتى شي منطقه في الصحراء المغربيه.
وليكن في العلم انك كان ما تضروش مع هذه القضيه ما غاديش يهز داك الفيديو المسيره وبدا يطعن فيه بهذا الشكل هذا. يعني داك العلاقه الوطيده اللي عندنا حنايا مع الصحراء المغربيه ديالنا كتضرهم بزاف، بالاخص ملي كيشوفونا حنا متشبتين بقضيتنا الصحراويه وكنجولوا في مناطقنا بهذه الطريقه هذه وبكل اريحيه. وهذا علاش ملكنا كان قالها بصريح العباره في الخطاب ديالو، الصحراء قضيه وجود وليست مساله حدود. يعني ماشي ها هي ديالنا وتكون دايره بالحدود وصافي، ولكن خاصنا نعمروها نزوروها نستثمروا فيها. وهذا هو المبتغى اصلا من هذه المسيره كمغاربه العالم والمغاربه داخل ارض الوطن، هو نزوروا اقاليمنا الصحراويه ونصلوا الرحيم مع الناس ديالها. المهم بغيت نقول لهذه النكيره اللي هز الفيديو ديالي وبدا كيطعن فيه بهذه الطريقه، هذه المسيره مازال فعاله و23 في هذا الشهر ان شاء الله غادي تكون الانطلاقه ديالها، والحمد لله على نعمه والصحراء مغربيه وهذوك الناس اللي غيمشيو يتساراو فيها كاملين مغاربه. وبما انك متبعني وحاضيني وجد راسك غادي نساريك معايا احسن مساريه في الصحراء المغربيه، وان شاء الله نوريك المناطق الصحراويه ديالنا، نوريك بوجدور العيون داخله الى اخره. المهم خوتي المغاربه ملي كيكثروا علينا بحال هاد الناس اللي فيهم الغيط من بعيد، عرفوا باننا في الطريق الصحيح. وباش نجيب تمام بغيت نقول لهاد الخائن، من مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة الجاهليه. والحمد لله حنا كمغاربه عندنا وطن وفي العنق ديالنا بيعه، وعاش المغرب ولا عاش من خانه، ودائما تحت شعار الله الوطن الملك. والسلام عليكم.